السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونخصصها للحديث عن اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام. وسنناقش في هذه الحلقة واقع العمل والعمال في ليبيا مع استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وتداعيات هذا الانقسام على فئة الشغيلة والمساعي التي تبذلها الأطراف الرسمية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على حقوق العمال والدفاع عنها. فكيف هو واقع العمل اليوم في ليبيا بعد مرور 6 أعوام على ثورة فبراير؟ وما الدور المنتظر من المؤسسات النقابية والجهات الرسمية في الدولة للحفاظ على حقوق العمال ودفع عجلة التنمية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يساهم عيد العمال في نشر ثقافة العمل والإنتاج في المجتمع الليبي؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا عبد السلام التميمي، وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال ليبيا شاكر الفتوري. وأيضا معنا عبر الهاتف من طرابلس مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل والتأهيل ربيعة عمار، والباحث في الشأن السياسي محمد شبار. كما سينضم إلينا في وقت لاحق من هذا النقاش عبر الهاتف من طرابلس الخبير والباحث في مجال العمل والعمال عبد الحفيظ دربي. أهلا بكم جميعا. نتابع أولا هذا التقرير ومن ثم نعود. تحيي ليبيا مع سائر دول العالم اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وهو فرصة سنوية باسم العيد ليطالب العمال في كل مكان من العالم بتحسين ظروف عملهم وعيشهم. لكن لطالما كان هذا العيد مختلفا في ليبيا، عيد يستند إلى فلسفة الحكم الجماهيري القائمة على أساس اعتبار العمال منتجين وشركاء وليس أجراء، واعتبار أن العمال يخضعون في مختلف النظم الأخرى للاستغلال. وبعد 42 عاما من تطبيق قاعدة شركاء لا أجراء، حاولت ثورة فبراير القطع مع الماضي وترتيب البيت الداخلي للعمال عبر إنشاء هياكل نقابية تحميهم وتضمن حقوقهم وتعمل على تشجيع المنافسة وتطوير الإنتاج. اليوم وبعد مرور 6 سنوات على ثورة فبراير واستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، تأثر العمل النقابي وتدهورت وضعية الفئة الشغيلة التي خسرت موارد رزقها بسبب الحرب وحركة النزوح وتدمير البنية التحتية. سبتمبر 2016 وتحت رعاية الاتحاد العربي للنقابات، تم انتخاب الناشطان أرمين الشريف رئيسة للاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا لتكون أول سيدة عربية تتولى رئاسة اتحاد عمالي في تاريخ المنطقة العربية. الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ومحاولة منه لتنظيم العمل النقابي، طلب الجهات ذات العلاقة باعتماد قانون العمل والنقابات وتفعيل قانون الأمن الصناعي والسلامة المهنية لعام 1976. وبالنظر إلى الأوضاع التي تمر بها ليبيا والتي أثرت بشكل كبير على العمال في القطاع العام والخاص، تراكمت المشاكل التي أصبحت تتطلب معالجة سريعة، خاصة منها المتعلقة بالمرتبات المتأخرة ومعالجة أوضاع الشركات. وبالتوازي مع كل هذا، ما زالت العديد من الإجراءات بحاجة إلى تفعيل ومراجعة، خاصة منها التأمين الصحي للعمال وإعادة النظر في قانون التقاعد والمصادقة على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالعمل والعمال في ليبيا. إذن كل عام والعمال بكل خير. يعني السؤال الأول في بداية هذه الحلقة لك سيد الفتوري، بأي حال عاد عيد العمال هذه السنة على فئة الشغيلة في ليبيا؟ مرحبتين بك وبجميع المشاهدين للقناة الليبية. نعم، طبعا عيد العمال هدايا كان ما نحتفلوش بيه احنا، لكن اول احتفالية كانت في 1 مايو 2012، وعادة العمال في ليبيا كانوا في ظل النظام السابق ما عندهمش اي عيد للعمال، وكانت الحركة النقابية كانت حركة مسيسة،
واليوم احنا الحمد لله بعد ثورة 17 فبراير لنا جميع الحرية في تأسيس نقاباتنا، نقابات مستقلة هدفها الدفاع على حقوق العمال. وهذا اليوم أقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للعمال. طيب على كل حال هو الواضح أن هناك مشكلة فنية في الاتصال مع السيد الفتولي. أعود إليك سيد الفتولي، ريثما يتم إعادة إصلاح الخلل الفني في الاتصال أنتقل إلى السيدة ربيعة عمار وأسأل، يعني إذا ما كانت وزارة العمل والتأهيل تملك إحصائية دقيقة لعدد العمال الليبيين في القطاع العام والخاص في ليبيا؟ أولاً تحياتي لك أخي الكريم وتحية لكل الضيوف وكل المشاهدين. أهلاً بك. قناتكم الموقرة. بالفعل وزارة العمل تملك إحصائية لعدد العاملين في الدولة والذين يتقاضون مرتباتهم من الخزينة العامة، ويصل عدد العاملين في جهاز الدولة بشكل عام إلى أكثر من 1,200,000 عامل هذا في القطاع الإداري العام، في حين يصل عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين إلى أكثر من 65,000 عامل. طبعا لازم ننوه إلى أن الإحصائية المسجلة للعاملين لحساب أنفسهم وفي القطاع الخاص هي إحصائية غير دقيقة نظرا لقيام بعض أو خلال السنوات الست الأخيرة بعدم تسجيل الكثير ممن يزودون أعمال خاصة في منظومة وزارة العمل. طيب سيد التميمي، الآن عندما نتحدث عن العمال هل يشمل هذا التوصيف كل الشرائح من موظفين وإداريين أم أنه يقتصر فقط على الشريحة العمالية المنتجة؟ سيدة تميمي لا أعرف إذا كنت تستمع إلي. إذن ما زالت هناك مشكلة فنية في الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بطرابلس. أنتقل إلى السيد شوبار، ويعني ذات السؤال وجه لك سيد شوبار، هذا التوصيف، هذا اللفظ، لفظ العمال، هل ينطبق على كافة من يمارسون مهنا وأعمالا بتنوعها، أم أن فئة الموظفين والإداريين وهذه المهن المشابهة تخرج من هذا التوصيف وتجعل هذا التوصيف يقتصر فقط على الشريحة المنتجة؟ والحي من خلالكم كل مشاهدي الحلقة الكرام. نعم. طبعا ينطبق، يعني اللفظ عامل هو من تنطبق عليه طبعا قانون علاقات العمل رقم 12 بقطاعي سواء كان القطاع الخاص أو العام. فقط يعني ما أنوه له هو طبعا هناك فئة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص غير مسجلين، وهذا أدى إلى ربما التفاقم وازدياد بما يسمى وما يطلق عليه الاقتصاديين اقتصاد الظل، وهو الاقتصاد الذي لا تستفيد منه الدولة بشكل واضح، وإنما يستفيدون منه طبعا الأفراد المزونون لهذه المهن سواء كانت تجارية أو حرفية أو طبعا صناعية. ما يطلق عليه العمال هم طبعا سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام من تنطبق عليهم شروط قانون علاقات العمل رقم 12، وأيضا طبعا يعني عدم تنظيم العمال في نقابات واضحة واتحادات واضحة طيلة الفترة الماضية هو ما أدى ربما إلى إرباك واضح في مسألة يعني العمل أو النقابة العمالية، نقابات العمالية في ليبيا. انتشار أكثر تقريبا الآن حوالي أكثر من اتحادات للعمال، أيضا عدم إصدار قانون للنقابات إلى حد هذا اليوم،
وهذا اعتقد انه هو خلل موجود في السلطه التشريعيه. اضف الى ذلك حتى قانون منظمات المجتمع المدني لم يصدر حتى هذه اللحظه، وانما يعني لا زالوا طبعا النقابات ومنظمات المجتمع المدني تعمل بقانون اعتقد انه هو قديم، ولا اعتقد انه هو يؤدي يعني على الاقل الحد الادنى من المطالب التي يطالب بها سواء كان العمال او منظمات المجتمع المدني العامله في هذا طبعا هذا الجانب. فرص العمل اعتقد انها شحيحه جدا في هذه. طيب هذا الجانب سناتي عليه سيد شوبار، ابقى معي. اعود الى السيده ربيعه عمار، ايثما ايضا يتم تامين الاتصال عبر الاقمار الاصطناعيه بطرابلس. سيده عمار، يعني إذا كان توصيف هذا اللفظ لفظ عامل يعني ينطبق وفق الشروط التي حددها القانون رقم 12 كما قال السيد شوبار، ما هي هذه الشروط؟ ما هي المحددات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هذه الوظيفة أو هذه المهنة من يمارسها ويزاولها تنطبق عليه صفة العامل، وبالتالي يكون هذا العيد من يخصه يعني كأحد العمال الموجودين في قطاع العمل؟ أخي الكريم، بالنسبة للفظ عامل، هذا اللفظ ينطبق على كافة موظفين الدولة سواء كانوا إداريين أو إن كانوا فئة العمال العاملة، سواء كان في المصانع أو في المنشآت الإنتاجية. لقب أو لفظ عامل بحسب ما حدده القانون رقم 12 لسنة 2010 لم يضع وصف محدد هذا القانون لمهمة العامل، ولكن شملها بكل من يتقاضى أجر مقابل العمل الذي يزاوله. في نقطة أو في فئة معينة تعتبر فئة عاملة في الوقت الحاضر هي فئة راكدة ولا تمارس أي مهنة، واللي لازم إن شاء الله نشيروا لهم ونوجه لهم بالتهنئة هذا اليوم، وهي فئة فائض الملاك الوظيفي، ذلك الموظفين الذين وجدوا أنفسهم خارج الكادر العام أو الكادر الإداري للدولة، وهم من كانوا يعملون في المصانع والشركات التي أغلقت والشركات التي أممت وغيرها. هؤلاء النسبة الأكبر تعتبر من العمال الموجودة حاليا، ونقدر نقول إن هي طبعا هذه الكتلة تتجاوز 105,000، وأعتقد بأن هذه الفئة أكبر الفئات الإنتاجية الموجودة حاليا، سواء كان العمال المحددين من النقابة التي حدثت أو الشرائح الأخرى الموجودة في جهاز العمل أو الكادر الإداري بوجه عام. كم يبلغ عدد هذه الفئة؟ هذه الفئة يبلغ عددها 105,000 بوجه عام، منها المحالين من الشركات والمصانع، الشركات والمصانع المنحلة، واللي تجاوز عددهم في حدود 83,000 عامل. ماذا عن البقية؟ البقية هم من كانوا ضمن كادر التعليمي والكادر الصحي والكادر الخدمي في أجهزة الدولة. فائض الملاك الوظيفي في بقية مؤسسات الدولة. طيب هؤلاء 105 الآن اللي هم فائض ملاك وظيفي، هل تصرف لهم مرتبات بشكل مستمر أم لا؟ هذه الفئة صرفت، كانت خلال السنوات الماضية تصرف لهم المرتبات بشكل دوري ومستمر، ربما يتم التأخير لبعض الوقت، ولكن يتم صرف مرتباتها. آخر مرتب تقاضاته هذه الفئة هو مرتب شهر ديسمبر الماضي، ما زال حتى الآن لم يتقاضوا مرتبات يناير ولا فبراير ولا مارس. توجد حاليا مباحثات ما بين وزارة المالية وما بين وزارة العمل ليتم إحالة مسؤولية هذه الفئة من ديوان الوزارة بشكل مباشر إلى مكاتب العمل الموجودة في المناطق والمدن، واللي يتجاوز عددها طبعا 78 مكتب حتى الآن. المباحثات ما زالت مستمرة، وما زال هنالك بعض المعوقات التي لم تحلها بشكل كامل ليتم صرف مرتبات هذه الفئة خلال المرحلة القادمة. طيب
أعود إلى السيد الفتوري وعودة إلى موضوع الحلقة الأساسي وهو عيد العمال. سيد الفتوري، الآن ربما السؤال الأبرز، هل لعيد العمال في دولة ذات اقتصاد ريعي ذات الرمزية وذات القيمة التي يكتسيها هذا العيد في دولة اقتصادها اقتصاد منتج واقتصاد مصدر؟ هذا اليوم قررت الأمم المتحدة يوم لجميع العمال في جميع دول العالم، وإحنا كاتحاد وطني لعمال ليبيا نحتفل بهذا اليوم، يوم معنوي لرفع الروح المعنوية للعامل الليبي. والتأكيد إن زي ما قلت مصطلح العمال، هذا مصطلح العمال أقرته منظمة العمل الدولية، كل من يمارس عمل بعضلي أو دهني إداري أو عمل عضلي هذا يعامل ويتقاضى في مرتب، ويجب أنه هو يكون له حقوق وواجبات، ونحن كنقابات عمالية للدفاع على هذا الحقوق. وبالنسبة للإحصائيات اللي سميتها، هذه إحصائيات موظفين ليبيين والشركات المنسحبة والشركات المتعترة والشركات المستهدفة بالتمليك والشركات والعاملين في فايض الملاك، هادم مواطنين ليبيين وليهم الحق، ليهم الحق في مرتباتهم أسوة بجميع العاملين. وإحنا في هذا العيد عتبنا على وزارة العمل، إن وزارة العمل هي اللي تأخرت في قانون العمل وقانون حولاته للسلطة التشريعية، والسلطة التشريعية تأخرت لحد اليوم. طيب، هذه نقطة سنعود لمناقشتها بشكل أكثر تفصيلا سيد الفتوري، لكن دعنا نبدأ أولا بالسؤال عن حجم التغير، إذا كان هناك تغير على مستوى المنظومة التشغيلية بعد مرور 6 سنوات على ثورة فبراير، خاصة يعني أن القطاع العمالي كان يسير وفق رؤية القذافي ونظريته في جانبها الاقتصادي، وهو الأمر الذي ينطلق من مبدأ الجمهرة، يعني أن للجميع الحق في العمل في أي مهنة أو في أي وظيفة. والله هي تو القانون السابق، هو العاملين في ليبيا ظلموا تحت قانون 15 اللي في فترة النظام السابق، واليوم كلهم تقاعدوا، درجاتهم الوظيفية تتفوق درجة 14 وتصل إلى 15 و16، والآن يتقاضوا في الحد الأدنى للأجور لقانون الظالم السابق اللي هو قانون 15 اللي اعترفت به الدولة كلها أنه هو قانون ظالم، واللي تقاعدوا الآن المتقاعدين اللي يراجوا في الزيادة متاعهم وهم تقاعدوا تحت هذا القانون، هادم كيف إحنا توا بتعوضهم الناس هذه؟ ونقطة تانية، النظام السابق ما كانش فيه حركة نقابية، حركة نقابية تفرض الاضراب والاعتصام والوقفة الاحتجاجية، أنا كنقابي كان ما عنديش السلاح هذا، سلاح الاضراب والاعتصام والوقفة الاحتجاجية والضغط على الحكومة كان ممنوع في النظام السابق، حتى يوم 1 مايو كان ممنوع في النظام السابق. النظام السابق كان هو معناتها دار ما يسمى بالزحف في 77 على الشركات وعلى المصانع، وفكك به الحركة النقابية، إن النقابيين خلاهم مدراء شركات. النقابي لا يكون مدير شركة، النقابي يدافع على حقوق العمال اللي انتخبوه للدفاع على حقوقهم وحقوق أبنائهم وتأمينهم الطبي. احنا عتبنا على وزارة العمل، وزارة العمل هذه وزارة مس كل بيت ليبي، كل بيت ليبي يا فيه عامل يا باحث على العمل. وزارة العمل الآن في الاتفاق السياسي يعطوا فيها مخصصة لمنطقة معينة، وزارة العمل يجب أن يقودها من الخبراء الليبيين الذين يشتغلون في وزارة العمل ويفقون في قوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية لإيجاد حلول للشركات وللعاملين. احنا كنقابات عمالية مفروض احنا نفرض على الحكومة وزير العمل والتأهيل لمعرفتنا بالرجل الكفء اللي هو يقود هذه المرحلة. الآن احنا كلنا نقول اقتصادنا ريعي، لدينا شركات استثمارية بالخارج ولدينا مشاريع، لدينا شركات ومصانع ونقول ريعي. فشل الحكومة متحملوش على العمال، نحن العمال ندفع في ضريبة، فشل الحكومة والإدارات والمشاكل السابقة كلها الآن يدفع في ثمنها العمال. طيب سيد شوبار، يعني مسألة التنظيم القطاع العمالي في ليبيا بعد الفوضى إذا جاز التعبير التي لحقت بهذا القطاع نتيجة رؤية القذافي لعملية
إدخال بعض المصطلحات وبعض المفاهيم وبعض ربما السياسات الغير متبعة في الأنظمة العالمية للقطاعات العمالية. الآن هل هناك أي خطوات يعني تنظيمية تم إدخالها على القطاع العمالي في ليبيا بعد ثورة فبراير؟ طبعا أي تنظيم أو أي تعديل لقوانين سابقة أو حتى للبناء الهيكلي سواء كان الشركات اللي كان سواء كان في القطاع الخاص أو العام أو حتى المصالح الحكومية، هذه تحتاج إلى قانونين مهمين، هو قانون علاقات العمل للأسف لحد هذه اللحظة لم يتم تعديله، هناك مطالبات سواء كانت على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى حتى النقابات العمالية. أضف إلى ذلك قانون المرتبات والأجور اللي الآن باتت هناك تفاوت كبير جدا في مسألة المرتبات، هناك من يتقاضى مرتب حوالي أكثر من 25 ألف في الشهر الواحد، وهناك يعني للأسف مواطن ليبي يتقاضى في 500 دينار، وهذا أعتقد أنه تفاوت كبير جدا غير موجود في أي دولة سواء كانت إقليمية أو حتى دول أوروبا أو دول أمريكا. الحق في الحصول على العمل وهو نقطة مهمة جدا، والآن حصول فرص العمل شحيحة جدا في ليبيا، وهذا ما نادى به طبعا الحقوق الحمراء التي أتت في الجيل الثاني من حقوق الإنسان التي نصت على حق المواطن في الحصول على العمل وحقه في الرعاية الصحية، وهذا أعتقد أنه هو حقوق مكفولة وأيضا موجودة وتم تضمينها في كل العهود الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالمواد من 22 إلى 27 التي نصت صراحة على هذه الحقوق. إذا حقوق العمال للأسف في ليبيا أصبحت يعني ينظر إليها بنظرة باهتة جدا في هذا وهذا مكمن السؤال تحديدا سيد شبار، يعني الكل يعلم بأن القذافي انتهج نهج قائم على نظرية ابتكرها هو في تنظيم الحقل العمل في ليبيا، وكانت هذه النظرية غير قابلة حتى للتطبيق على المستوى الواقعي والعملي، ما أدى إلى حالة من الفوضى. في النهاية اهتم هو بتسييس الجانب الذي يهمه في جانب حماية النظام واستمراريته، وأهمل باقي جوانب النظام العمالي. الآن لو بحثنا عن الخطوة الأولى في اتجاه تنظيم المجال العمالي في ليبيا، ما هي هذه الخطوة الأولى التي يجب الانطلاق منها؟ الخطوة الأولى طبعا دائما في بناء أي مؤسسة يجب النظر إلى التشريعات، التشريعات يجب أن تكون وفق مطالب العمال في ليبيا اليوم، وهذه نقطة مهمة وجوهرية. والنقطة الأخرى وهي تشريع القطاع الخاص، لا يمكن بشكل من الأشكال أن دولة مثل ليبيا تعتمد اعتماد كلي على القطاع العام اللي الآن وصل أكثر إلى أكثر من 1,200,000 عامل الآن في القطاع العام، وهذا أعتقد أنه يعني رقم كبير جدا ويلقي بظلالة على كاهل الدولة الليبية في وقت ربما هناك يعني تقارير تتحدث عن يجب أن يكون لكن سيد شبار واعذرني المقاطعة ربما في نقطة مهمة أنت كنت تتحدث عنها، لكن تعديل القوانين العمالية بناء على مطالب العمال في ليبيا قد لا يتماشى ومتطلبات نجاح القطاع، لأن في النهاية أنت تعرف ثقافة العمل في ليبيا نتيجة ما اتبعه القذافي وما رسخه في هذا المجال، قد تكون المطالب غير منطقية ربما لأن ثقافة العمل غير يعني موجودة بشكل مثالي لدى العقلية الليبية، وبالتالي الارتهان إلى المطالب العمالية فقط في سن التشريعات قد يفضي في النهاية إلى خلق قوانين لا تتماشى أو لا تساعد على نجاح هذا القطاع في النتيجة. لا، هذا أستاذ خالد هناك يعني مقترحات أعتقد أنها هو منطقية جدا، المقترحات الآن اللي موجودة سواء كانت في طبعا وزارة العمل والتأهيل، وهذا أعتقد أنه منذ أكثر من 3 سنوات هذه المقترحات يعني قدمت، وللأسف لم يعني تنظر إليها السلطة التشريعية ولم يعني تعدل في كثير ما
من هذه المواد سواء كان في قانون علاقات العمل رقم 12 سنة 2010 أو قانون المرتبات للأسف بقانون رقم 15. إذن هناك تشريعات يجب الآن، هذه نقطة مهمة ويجب تعديلها وبشكل عاجل. النقطة الأخرى هي تشجيع وتنظيم القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو قطاع مهم جدا الآن، خصوصا حين نتحدث عن القطاع الخاص يملك أكثر من 30 مليار عملة محلية وأكثر من 10 مليار دولار عملة أجنبية، وبالتالي يجب توجيه هذه القوة، القوة الاقتصادية يجب توجيهها نحو الاستثمار المحلي والاستثمار الداخلي في كل القطاعات، في الرياضة، في التعليم، في الصناعة، في كل، يجب هناك مشاريع صغرى الآن يستطيع القطاع الخاص عملها، خصوصا أن القطاع الخاص اليوم بات جزء مهم جدا. إذن الانطلاقة تراها من تعديل القوانين ومن ثم تشجيع القطاع الخاص. على كل حال أشكرك الباحث في الشأن السياسي محمد شبار، شاركتنا النقاش عبر الهاتف من طرابلس في الجزء الأول من هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى السيد تميمي وأسأل يعني من آخر ما تفضل به السيد شبار، يعني مسألة تعديل القوانين انطلاقا من مطالب القوى العاملة في ليبيا، يعني المفترض أن هذه المطالب تمثلها أجسام نقابية هي صوت القوة العمالية في البلاد. الآن مع وجود أكثر من جسم نقابي وعمالي وحدوث نوع من الازدواجية ما بين هذه الأجسام، هل يمكن فعلا أن تكون هذه الأجسام الموجودة في المشهد حاليا هي صوت القوة العمالية في ليبيا في اتجاه البدء في تنظيم هذا القطاع انطلاقا من تعديل القوانين؟ بالتأكيد القوة النقابية الموجودة على الأرض الواقع هي مجموعة مكونات عدد 2 أو 3 اتحادات فعلا لديها قواعد نقابية ومشرعة في نظامها الأساسي. في هذا الجانب التعددية النقابية هي موجودة عندنا على أرض الواقع، وبالمقابل هناك تعددية في الوزارات، فإحنا لدينا 3 وزارات تقريبا للعمل وغيرها من الوزارات الأخرى، وهذا اللي أربك المشهد في تحصيل حقوق عمالنا، وإحنا أصبحنا تايهين ما بين هذه الوزارات في وضع السياسات والقوانين. والقوانين بالتأكيد، وفي السابق احنا طبعا لدينا مشروع قانون النقابات ومشروع قانون العمل لم يرى النور حتى الآن، برغم من أننا في الاتحاد العام لعمال ليبيا قمنا بعدد 2 ورش عمل بتونس بحضور خبراء في هذا المجال، وقدمنا ورقات عمل في الخصوص، ولكن بدون جدول الآن لم تشرع هذه القوانين ولم تظهر على أرض الواقع. صحيح، لكن في النهاية سيدة ميمي اعذرني المقاطعة، في الحاضر لا يمكن التحجج ما بين الاتحاد العام في مناقشة مسألة تعدد وازدواجية الأجسام النقابية والعمالية في البلاد. يعني سيدة ميمي لا يمكن التحجج بأن حالة الانقسام موجودة في سوف تضع سيدة ميمي بتوحيد الحركة النقابية بليبيا من خلال سيدة ميمي إذا كنت تستمع إلي العمالية لنقابات عمال ليبيا، واللي من خلالها إن شاء الله حتنطلق الحركة النقابية من قاعدة صحيحة وصلبة بإذن الله، وحتواكب المسيرة مع القطاع الجانب التنفيذي المتمثل في الوزارات، وبالذات يعني بالتحديد وزارة العمل والتأهيل، إذا توحدت الجهود بإذن الله في الفترة القليلة الفترة طيب القادمة إن شاء الله. للأسف السيدة ميمي لا يستمع إلي، ريثما يتم إصلاح الخلل في الاتصال معه نتابع آراء بعض المواطنين فيما يتعلق باليوم العالمي للعمال، ومن ثم نعود لنواصل النقاش تحديدا مع السيدة ميمي. العمل هذا شيء مقدس، ولابد أن نحترم العمل وقوانينه وأن نكون جادين في عملنا، حتى كما قلت قبل قليل حتى نصل إلى ما وصل إليه الآخرين لابد من الجد والمتابرة والعمل الجاد والمسؤول. العمل هذه مسؤولية كل مواطن، هذه عملية وطنية، فالإنسان بدون لن يخدم في وطنه في بلاده، ونشعر أن العمل اللي نقدم فيه يعني مش يعني أكثر من مفروض نقدم أكثر وأكثر، بالذات في الظروف اللي تمر بها ليبيا. عندنا احنا حديث نبوي شريف بما معناه من عمل منكم عملا فليتقنه،
قيمة هذا العمل لما نقوم بعمل لصالح الشركة متاعي أو العمل متاعي اللي نقيم به نشعر بأني أديت أمانة. والله قيمة العمل بالنسبة لي أنا شخصيا ولجميع العاملين في القطاع العام بالكامل هذا يعتبر إنجاز للوطن والمواطن. طيب أعود إلى السيد تميمي وتحديدا أبدأ معك مرة أخرى سيد تميمي من تعليقك على ما تفضل به السادة الذين قمنا باستطلاع آرائهم بشأن عيد العمال. سيد تميمي سيد تميمي إذا كنت تستمع إلي الآن سألتك عن تعليقك بخصوص ما استمعت إليه من أرى بعض المواطنين في عيد العمال ووضع القطاع العمالي عموما وإجمالا في ليبيا. يبدو أن هناك مشكلة مستمرة ما زالت مع السيد تميمي. أعود إلى السيدة ربيعة عمار. السيدة عمار يعني في السيد الفتوري في مداخلته السابقة وجه بعض اللوم لوزارة العمل وقال بأنها يعني تقريبا غائبة ووزير العمل تمت تسميته بناء على عملية محاصصة مناطقية يعني في إطار ربما السجال السياسي الحاصل في البلاد وهذا مضر بالعمال وبالحركة العمالية في البلاد. كيف تردين على هذه الانتقادات؟ بالفعل في بعض ما طرحه السيد شاكر أشطره بالفعل الرأي. وزارة العمل في الوقت الحاضر ليس لها مسؤول حتى الآن لا يوجد صفة وزير في وزارة العمل. السادة الوكلاء ومدراء الإدارات هم من يسيرون العمل. طبعا عدم وجود قمة أو إدارة عليا للوزارة في تأخير الكثير من البرامج والمواضيع التي من المفترض أن تكون فعلت خلال هذا العام عن طريق المحافظة أو غيرها. ما نأمله كموظفي وزارة عمل هو أن يكون الشخص الذي يتم اختياره لشغل منصب وزير العمل أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. نأمل أن يكون ممن لديهم معرفة ودراية بقوانين العمل بالحركة العمالية في ليبيا وأيضا ببرامج ومسيرة وزارة العمل. موضوع المحافظة وما غيره هذا السؤال لا ليس من مهام رتنا وإنما من كانت توجه به إلى الجهات المسؤولة المعنية بهذا الأمر. في جانب معين وهو طبعا كوزارة العمل تشترك مع شركائها في الكثير من البرامج. طبعا شركاء هم الاتحادات العمالية الخمسة أو الستة الموجودين الآن على الساحة والنقابات العمالية أيضا التي ليست منضمة تحت مظلة هؤلاء الاتحادات. نتمنى احنا كوزارة عمل خلال المرحلة القادمة أن نشاهد توحد في الصف العمالي، أن نشاهد توحد رايات القيادات الاتحادات العمالية. نعم القانون الليبي يجيز التعددية الاتحادات العمالية ولكن توحيد الصف في هذه المرحلة الحاسمة من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من البرامج ومن شأنه أن يخلق برامج جديدة مع وزارة العمل خاصة وإن لدى وزارة العمل وهذه الجهات العمالية كانت هنالك تجارب سابقة ناجحة أثمرت عن 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 فرص لتشغيل بعض الباحثين وأثمرت عن تعاون في إعطاء حقوق للعمال في الكثير من المجالات. نتمنى أكررها هي تأخذ الصف العمالي في مواجهة الظروف الحالية بالمشاركة أيضا مع طبعا مع وزارة العمل والتأهيل. طيب سيد الفتوري يعني الواضح أن كلما أثيرت أي مطالب أو أي حقوق مهضومة للطبقة العاملة في ليبيا يكون في المقابل الرد بأن غياب وحدة الصف على مستوى الأجسام التي تمثل هذه الفئة في البلاد لا يسمح بتصحيح أوضاعها وبالتالي يصبح السؤال الملح دائما هو لماذا لا يتم توحيد الصف العمالي كما قالت السيدة ربيعة. نحن كاتحادات عمالية ونقابات
احنا مؤسسات من المجتمع المدني نعتبره مؤسسات ضاغطة على الحكومة لتلبية الطلبات متاعنا، ونطالبوا بالحكومة ووزارة العمل بتطبيق قانون العمل. نحن النقابات ما عندناش اي مطلب تاني راو نبوه الا ما طبقونا المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية اللي موقعتها دولة ليبيا مع منظمة العمل الدولية، وقانون العمل طبقوه للعاملين في هذا القطاع. الآن وزارة العمل بدل ما أنت ما تقولي عندي 3 ولا 4 اتحادات عمالية وحدهم، أنتم وزارة العمل من واجبكم أن توحدوا مرتبات العاملين في الدولة الليبية، زي ما قال السيد شبار، في اللي ياخذ 25,000 وفي اللي ياخذ 450، في اللي متقاعد ياخذ 40,000 واغلب المتقاعدين ياخذوا 450. قانون المرتبات للدولة الليبية من رئيس الحكومة إلى أبسط موظف في الدولة الليبية مع احترامي ليه مفروض يكون قانون مرتبات موحد. الآن كل جهة تدير جدول مرتبات بروحها، هل هادم ليبيين درجة أولى وباقي الليبيين درجة ثانية؟ كيف أنت تأخذ في تأمين طبي وتعالج في جميع دول العالم والليبيين قاعدين يشروا في حبوب الرأس من معاشاتهم، معاشة مش سادة، حتى دواء والرعاية الصحية معدومة ويخصموا فيها من المرتبات. قانون العمل، قانون المرتبات في الدولة الليبية هذا واجب وطني، واجب يجب عندنا وزارة العمل تدير قانون من رئيس البرلمان لرئيس الحكومة للوزراء للسفراء للوكلاء كلهم يكونوا عندهم مرتبات. طيب هذا كلام جيد سيد الفتوري، لكن إذا كانت الوزارة لم تقم بواجبها الطبيعي أن الاتحادات العمالية والنقابات كما قلت أنت من واجبها هي في المقابل أن تضغط على الجهات المسؤولة الممثلة في الوزارة في هذه الحالة، وأن توصل مطالب العمال وتفرض على هذه الوزارة أن تلبي هذه المطالب. لكن على ما يبدو بحسب ما قيل الآن أن حالة الانقسام الموجودة في الاتحادات العمالية وعدم انضمام بعض النقابات إلى هذه الاتحادات المنقسمة على نفسها والتي تعيش حالة ازدواجية فيما بينها جعلت هذا الصوت وهذا الضغط ضعيف على الوزارة، وبالتالي لم تلبي المطالب. يعني المشكلة بالأساس الآن في الاتحادات العمالية. لماذا لا تتوحد الاتحادات العمالية وتكون صوت واحد حتى يصبح له ضغط وقيمة تفرض على الوزارة أن تستجيب للمطالب؟ يا سيد، هو المطالب، جميع مطالب النقابيين في الكرة الأرضية معروفة واضحة، مطالبهم بالمرتبات بالتأمين الطبي وفقا للقوانين متاع البلاد. احنا ممكن نكونوا 3 ولا 4 اتحادات لكن نصبوا في بوتقة واحدة، مطالبنا واحدة، هم العدالة الاجتماعية اللي في الإعلان الدستوري، توزيع ثروة المجتمع بالتساوي. الآن في ظلم، في ظلم، في فساد إداري، المطالب واحدة سيد الفتوري، لكن الجهة التي تطالب بها ليست واحدة. يا سيد الفتوري، الجهة التي تطالب ليست واحدة، وبالتالي اسمح لي فقط بهذه الملاحظة، يعني أنا أناقش معك هذا الجانب فقط. لما تكون الجهة التي تطالب ليست جهة واحدة وتكون منقسمة على نفسها وتعيش حالة ازدواجية تصبح ضعيفة ولا تتمكن من فرض مطالبها. الآن أنتم كاتحادات عمالية هل بإمكانكم في ظل حالة الانقسام الموجودة أنكم تطلعوا كل عمال ليبيا في يوم واحد في ساعة واحدة للتظاهر؟ لو كنتم في حالة وحدة، لو كان الجسم العمالي جسم واحد لكان خطابه واحد والاستجابة واحدة، وبالتالي من هنا يكتسب قوته ويصبح شيء مخيف وشيء ضاغط على الجهات الرسمية على الوزارة ويفرض عليها أنها تستجيب لمطالبه. سيدي، نحن كاتحادات عمالية، نحن كاتحادات عمالية نحن طالعين من نظام شمولي، من نظام حكم الفرد الواحد. نحن قاعدين في طور إنشاء هذا الاتحاد، هذا الاتحاد، ومازال نبني في قواعدنا العمالية، وقاعدين نقنع في الناس إن النظام السابق كانت الحركة العمالية فيه كانت مهمشة والحركة العمالية كانت مسيسة، بدليل إن نظام اتحاد المنتجين السابق سقط بسقوط نظام معمر القدافي. مفروض هو احنا ندعو إلى يكون عندنا نقابات مستقلة ما لناش علاقة بالتجاوبات السياسية. هدفنا الوحيد اللي هو تلبية مطالب العمال وحقوقهم. نعطيك نقطة تانية،
نحن الآن في ظل الظروف هذه الآن ليبيا حتى الضعف والعامل السياسي والوضع الأمني، حتى الشركات اللي انسحبوا تركوا وراهم 37 ألف عامل ليبي، ونعود الأمن والاستقرار لليبيا وتعود الشركات الأجنبية إلى ليبيا، حيكون لنا دور نحن في فتح مجال لفرص العمل للشباب والدفاع على حقوقهم. وحاجة تانية، احنا الآن حتى المشكلة التانية تواجه فينا من القطاع الخاص، القطاع الخاص ما يستثمرش في البنية التحتية في ليبيا، ما يستثمرش في فتح هذا لا يجيب على سؤالي سيد الفتوري، ونعتذر المقاطعة مرة أخرى، هذا لا يجيب على سؤالي بشكل واضح ومحدد. الاتحادات العمالية المزدوجة الآن لماذا لا توحد نفسها في جسم واحد؟ إن شاء الله إن شاء الله نحن إن شاء الله نحن في طور إن احنا نكون اتحاد واحد بعون الله. نعم، طيب أرحب الآن بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس، الخبير والباحث في مجال العمل والعمال عبد الحفيظ دربي. أهلا بك سيد دربي. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما قيل عن تردي أوضاع العمال في ليبيا، هل تعتقد بأن إصلاح القوانين والعمل على تفعيلها كفيل لوحده بضمان حقوق العمال في ظل غياب صوت موحد للطبقة العاملة في البلاد؟ سيد دربي، واضح أن سيد دربي لا يستمع إلينا. على كل، إذا كنت تستمع إلي سيد دربي. لا غير، مش واضح الصوت يعني. طيب أعيد طرح سؤالي مرة أخرى، قلت بأن كل ما ذكره ضيوفنا في السابق يصب في اتجاه واحد، بأن الطبقة العمالية في ليبيا مظلومة، وبأن إصلاح هذا القطاع لا يتأتى إلا بإعادة تنظيم القوانين وتفعيلها على أرض الواقع. هل يكفي إعادة سن النظر في سن قوانين تنظم القطاع لوحده في إعطاء الحقوق، في إعطاء العمال حقوقهم، أم أن هناك حاجة أيضا لإصلاح حال الجسم العمالي النقابي؟ سيد دربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية أود أن أهني يعني عمال ليبيا بعيد العمال أو يوم العمال العالمي. نعم. ما أثير يعني من الإخوة المتحدثين والمداخلين أن القوانين، سيد دربي إذا كنت تستمع إلينا من شاشة التلفزيون أرجو أن تستمع من الهاتف فقط، أرجو أن تبتعد عن شاشة التلفزيون وتستمع من الهاتف فقط، تفضل سيد دربي. الواضح أن هناك مشكلة أيضا في الاتصال مع السيد دربي. لا الآن واضح يعني السؤال. نعم واضح. تفضل تفضل. لا للأسف المشكلة في الاتصال ما زالت موجودة مع السيد دربي. أنتقل إلى السيد التميمي وأسأل في ذات النقطة، يعني مسألة تنظيم الجسم الذي يمثل الطبقة العاملة في ليبيا حتى يكون لها صوت واحد بالقوة اللازمة لفرض مطالبها، ما الذي يمنع دون هذا؟ وأعتقد بأن حجة أن الوزارات منقسمة لا تكفي يعني للرد على عدم وحدة الأجسام العمالية في ليبيا. لابد لنا أن نعرف أن المكونات الموجودة هم ليس بستة أو سبع اتحادات كما تفضل زملائي، هناك اتحادات تخصصية وهي تمثل قطاع خاص، الكهرباء مثلا أو غيرها من القطاعات. ما موجود الآن الاتحاد العام لعمال ليبيا تم إحياءه في 27 فبراير 2011، الاتحاد الوطني الآن موجود بنقاباته، اتحاد نقابات لعمال ليبيا، هؤلاء ثلاث اتحادات الموجودة الآن احنا على تواصل
والمطالب زي ما تفضل زميلي، المطالب موجودة، وهي نفسها هذه المطالب تأتي من القاعدة النقابية اللي متمثلة في النقابات الأساسية بكل شرائحها أو تخصصاتها، حتى يكون جسم واحد. احنا في خلال هذه السنوات فعلا مرينا بمراحل تفكك، ولكن القطاعات التنفيذية والجانب التنفيذي المتمثل في الوزارات فعلا استغلوا هذا الظرف، واصبحوا هذه الكيان النقابي شماعة يعلق عليه كل المشاكل، ولا يوجد نقابات، لا توجد اتحاد فاعل واحد. احنا تداركنا هذه الامور مؤخرا، والان سعيين في ان هناك بانه تكون هناك كونفدرالية زي ما ذكرت في السابق، تضم هذه الاتحادات الثلاثة، واللي من خلالها حيكون جسم واحد بإذن الله في خلال الفترة القادمة. ومع هذا احنا مطالبنا السابقة وإلحاحنا وإصرارنا على هذه القطاعات الخاصة المتمثلة في هذه الوزارات هي كانت بجهد واحد ونفس المطالبات، ولكن الحقيقة لا أقول أهملت من هذا الجانب، ولكن لم ترى النور في من خلالهم، وهم دائما يتحججوا بعدم وجود مثلا السيولة لتوفيرها، عدم وجود قوانين جديدة، عدم وجود جدول مرتبات موحد، ويفترض أن يكون في جدول مرتبات موحد لكامل القطاعات تخصصاتها وحسب المستويات الموظفين أو العمال. هذه التراكمات الحقيقة الآن يعاني منها أو يعاقب عليها، الآن أصبح العامل هو الذي يعاقب عليها والموظف، وبالتالي احنا الآن نكتف جهودنا إن شاء الله في خلال هالفترة القريبة، وبحيث أن نكون إن شاء الله في جسم واحد في هيكل واحد، وحيكون هناك شغل. المطالب كانت موجودة حتى في الوزارات في وزارة الحكومة المؤقتة في السابق، احنا تمكننا من الحصول على بعض المرتبات البسيطة، والحقيقة هذه لا تحسب في 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 في, في, في لا تحسب على. لكن يظل السؤال الأساسي في الموضوع سيدة تميمي، بسيط قليل قليل. يعني الاتحاد العام لعمال ليبيا، الاتحاد الوطني، نعم، لعمال ليبيا، اتحاد نقابات عمال ليبيا، اتحادات تخصصية، نقابات لم تنضم لأي من هذه الاتحادات، ما الذي يمنع أن تكون كل هذه الأجسام وكل هذه النقابات في جسم واحد تكون له القوة التي توازي حتى حكومة قائمة بذاتها؟ الظروف أخي، الظروف الموجودة واللي تمر بها بلادنا الحقيقة لم نجد الأرضية المناسبة لقيام هذا الاتحاد. أي أرضية سيدة تميمي؟ أي أرضية في يعني؟ لا أعطينا 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 الأرضية، نقصد الوضع العام اللي تمر. نعم، الأرضية نقصد الوضع العام اللي فيه بلادنا، تمر به بلادنا. نحن نعاني من مشاكل عديدة، الآن المواطن مش لاقي قوت يومه باش، وبالتالي حتى احنا محتاجين للأرضية اللي نشتغلوا من خلالها باش حتى نوفق في تكوين اتحاد واحد. يعني احنا لا كل يوم نصبح نشوف في إجراءات قرارات وإجراءات تقدر شبه تقول تعسفية على العامل وعلى النقابات، وبالتالي احنا لما نتمكن في ظل الظروف هذه ان احنا نبني اتحاد في يوم وليلة، وبالتالي لكن هذه الظروف ما نمر به الوضع في الحالة العمالية سيدة تميمي، المنطق انها تنتزع ولا تمنح. يعني في حالات مشابهة في دول جارة شاهدنا الاتحاد العمالي والقوى العمالية تؤثر على المشهد السياسي وتفرض حتى على القوى السياسية أن تتوجه توجها يعني بذاته، يعني كانت فاعلة لأنها كانت متحدة في جسم واحد. الآن إذا انتظرت أنت الظروف المواتية، ربما لن تأتي الظروف المواتية أصلا، لماذا لا تكون أنت كقوة عمالية، أنت الشخص المبادر الذي يصنع الظروف ويفرض حتى على القوى الفاعلة في المشهد السياسي أن ترضخ لمطالب العمال؟ لأن في النهاية العمال هم الشعب، يعني في النهاية هم قوى الشعب العاملة، وبالتالي هذا كل ما ذكرته ربما لا يبرر حالة الانقسام التي تعيشها الأجسام النقابية والعمالية في ليبيا. للتوضيح، المكون أو الاتحاد اللي ذكرته في دول الجوار، هذا الاتحاد للعلم أن نقاباتنا في السابق أو المناضلين النقابيين في السابق هم كانوا أساس بناءه
في هذه الدولة، وبالتالي هذا لديهم قانون ولديهم دستور ولديهم تشريعات. يعني كيف في ليبيا ما فيش مناضلين يا أستاذ تميمي ولا كيف؟ يا أستاذ تميمي لا توجد يعني في ليبيا ما فيش مناضلين في الطبقة العمالية ولا نعم كيف؟ لا لدينا مناضلين ولدينا نقابيين ذات خبرة وكفاءة، ومن ضمنهم أستاذنا الفاضل عبد الحفيظ الدربي وغيره من السادة، ولكن نحن يعني نتشاور معهم ونتحاور معهم، ولدينا الهيكلية ولدينا كل الأمور جاهزة، ولكن الحقيقة حتى تقوم بإجراءات لازم هناك لا توجد فيه ضوابط تضمن حق ان احنا نقوم باضراب، ولو حتى قمت باضراب او باعتصام على سبيل المثال. طيب المطالبه بشيء. طيب اسمح لي ان اذهب الى السيد دربي اذا كان يستمع الي. واضح سيد تميمي، وصلت فكرتك وباتت واضحه تماما. سيد دربي، يعني دعنا نتجاوز الحديث عن الحقوق المهضومه وحال الطبقه العماليه وما الى ذلك، يعني تقريبا الكل يعلم هذه الظروف، لكن من الداخل البيت العمالي على ما يبدو أو ربما أثبت واضح وثابت للجميع بأن البيت العمالي بحاجة إلى الترتيب من الداخل قبل أن يبدأ رحلة المطالبة والبحث عن الحقوق المهدورة والمهضومة. ما الذي يمنع إعادة ترتيب البيت العمالي في ليبيا من الداخل؟ سيد عبد الحفيظ دربي إذا كنت تستمع إليه. أنا أسمع فيك. نعم. الترتيب البيت من الداخل يعني هذا شيء ضروري، ولكن دائما البداية تبدأ بالتشريع، لأن لا يمكن يعني أنك أنت تقدر تشتغل شيء بدون تشريع، لابد التشريع يكون موجود. ويعني بعد ثورة 17 فبراير أو أنه لجأت الحكومة إلى تشريعات وتحديثها وتطويرها، مثل قانون العمل، قانون النقابات، وهناك قوانين أخرى قاعدة في القائمة، قانون الصحة والسلامة المهنية، قانون الخدمة المدنية، يعني في قوانين. القوانين الجاهزة اللي كانت جاهزة الآن هي قانون العمل، وشاركوا يعني الوزارة عندها شركاء اجتماعيين، هؤلاء الشركاء هم العمال عن طريق منظماتهم وأصحاب العمل طبعا عن طريق منظماتهم، وشاركوا في هذه القوانين لأنها قوانين تهم الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، ليست لوحدها الوزارة أن تقوم بهذا. هذه القوانين ما أوقفها عن الصدور هو الدستور لم يصدر، لأن هناك يعني أحكام قد تتعارض مع الدستور في بعض الأحيان، لأن الدستور ما هوش مطروح للنقاش الآن، فيه لجنة وفيه هيئة، ولكن طولت. احنا كانت لو طلع الدستور لكان انتهى كل شيء، لأن الدستور هو اللي نص على يعني تشريع قوانين يعني اللي نص عليها الدستور كشيء عام، فتطلع القوانين ذات الطابع الخاص. لكن سيد دربي إذا سمحت لي يا سيد دربي، هذا المنطق ربما يكون مقبول في حالة دولة مستقرة، لكن الآن في حالة ما بعد الثورة وفي حالة مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة والتأسيس لبناء دولة جديدة، دولة مؤسسات ودولة قانون، ألا يحتاج البيت العمالي هو الآخر ثورة من داخله حتى في غياب القوانين المطلوبة؟ لأن في النهاية إذا انتظرت سيد دربي وأنت أدرى مني بهذا الموضوع، إذا انتظرت سن القوانين من الجهات التشريعية ربما لن تأتي هذه القوانين نهائيا، لماذا لا تكون القوى العمالية مبادرة وتأخذ بزمام المبادرة وتنشئ اتحادا واحدا يمثل كل القوى العمالية في البلاد يساهم في تأسيس هذه الدولة التي يطمح إليها الجميع؟ سيد دربي، هو يا أستاذ بالنسبة للعمال وما يسمى بالنقابات يعني أو الاتحادات اللي أكثر من اتحاد، يعني هذه جت فيها مرحلة الآن، ولابد أن لا يمكن للعمال أن يكون تفكيك للعمال أو نقاباتهم،
لأن بعدين يكون عندهم ضعف، والاتحادات هذه والنقابات أساسا لابد أن تكون مستقلة، يعني استقلال كامل. ما هي حالة الانقسام أضاعت حقوق العمال يا سيد دربي؟ وحقوق العمال لو كان النقابات قوية ومتحدة ما كان العمال يقعدوا، يعني ما ياخذوش مرتباتهم لمدة سنة ولمدة سنتين، فهمت؟ وبالتالي لابد حيلجأوا ويضطروا العمال اضطرار انهم لابد ان يكونوا قوة واحدة واتحادات واحدة، لانها تريد ان تدافع على حقوق بالطريقة القانونية، يعني ماهيش باي. في مقابل هذا سيد دربي، الان الاشخاص الموجودين في داخل الاتحادات المتعدده هذه اللي خلقت حاله الازدواجيه على مستوى الاتحاد العمال ليبيا، ما حجم المسؤوليه التي يتحملونها هؤلاء في مقابل وضع القوى العماليه اليوم في ليبيا؟ ما هذه المسؤولية طبعا يعني مشتركة، يعني مش العمال لوحدهم، يعني فيه ما يسمى بتشريعات أخرى اللي لازم تصدر. لا أنا لم أقصد العمال سيد دربي، الآن إذا سلمنا بأن القوى العمالية في ليبيا مهدورة حقوقها، المسؤول عن ضياع الحقوق هل هو الاتحادات المتعددة أم الجهات الرسمية في الدولة؟ لا هذه يعني كل له مسؤوليته، يعني كل الدولة عندها مسؤولية وأيضا العمال عندهم مسؤولية اللي هي عن طريق منظماتهم النقابية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من العاشرة. نشكر ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا عبد السلام تميمي، وأيضا المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال ليبيا شاكر الفتوري، وعبر الهاتف من طرابلس كانت معنا مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل والتأهيل ربيعة عمار، وأيضا شاركنا النقاش في جزء من هذه الحلقة عبر الهاتف الخبير والباحث في مجال العمل والعمال عبد الحفيظ دربي، والباحث في الشأن السياسي محمد شبار. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. في أمان الله.